Hello my friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ Are you happy? هل أنتم مبسوطين؟ سعيدين؟ Do you feel sad? حدا منكن حسس حاله حزين؟ You should be happy. لازم تكونوا مبسوطين لأنه اليوم بدنا نتعلم مع بعض إشياء جديدة. بس ما رح خبركن من هلأ. هلأ بدنا نتوقف مع أغنية. We will listen to a song. A nice song. أغنية كتير حلوة رح تحبوها وأنا برجع لكم بعد شوي. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. أصدقائي بدنا نتذكر مع بعض verb to be. بدنا نقوله مع بعض جاهزين. Are you ready? منبلش مع I. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. رح اكتبون على اللوح. فتحوا عينيكم منيح وطلعوا هون. بلش I. Am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. طلعوا منيح. نحن منعرفوا لverb to be اخدينه من قبل كتير. بس بدي اياكم تدبوا على شغله. امتين انا بستخدم ار واي متى بستخدم از؟ بستخدم ار مع وي يو ذي ومع يو هون كمان. دايما لما بيكون عم بيدل على اكثر من شخص، مثلا لما اقول نحن وي انا ما عم اقول انا لحالي اي شخص واحد، عم قول وي نحن يعني شخصين أو أكثر، يعني جمع مش مفرد، جمع. ولما أقول يو أنتم، أنتم مش أنت، أنتم، عم بحكي كمان على كذا شخص يعني جمع. بستخدم آر. ولما أقول ذي هم، هم مش هو أو هي شخص واحد، بنت واحدة أو صبي واحد، عم قول هم they في عدد معناتها جمع. بستخدم are. وبس عندي exception واحدة استثنائيا بستخدمها مع you are. ليش استثنائيا؟ بس مع هيدي اليو. لما أقول أنت أو أنتي بقول you are. احفظوها هيدي. هيدي rule استثنائيا منحطها. بس نحن عادة لما يكون عنا الفاعل يلي عم يعمل الفعل، لما يكون جمع يعني أكثر من شخص وشخصين بحط له آر. مثل إذا أقول أنا بدي أقول the boys الصبيان، the boys هن طوال، قول the boys are tall أو the boys is tall. the boys are لأنه the boys هن جمع أكثر من شخص وشخصين، في حط محلهم they، قول أنا they are. تعالوا نتمرن على اللي قلناه قبل شوي بهيدا التمرين. In this exercise بدنا نحط supply is or are، او بدي حط انا is او بدي حط are. بدي اطلع دايما انا على subject. subject يعني على الفاعل يلي عم يعمل الفعل. اذا كان مفرد شو بحط؟ is. بينما اذا كان جمع بدي حط are. طلعوا شو رح نعمل. منبلش باول وحده.
The lion furious. The lion يعني الأسد. The lion. هل هو جمع أو مفرد؟ The lion. أسد واحد مفرد. إذا بدي حط محل the lion أنا subject pronoun يعني ضمير من الضمائر أو I أو you أو he أو she أو it أو we أو you أو they، شو بحط؟ The lion. The lion حيوان. أي ضمير which pronoun refers to the to animals؟ أي واحد نحن نستخدمه تنعبر عن الحيوانات؟ حيوان واحد مش جمع. عندي الإت، بتتذكروا قلنا من قبل إت هي لغير العاقل، يعني إذا بدي أقول محل the lion شو فيي حط أنا؟ فيي حط إت. بقول it are furious أو it is furious؟ بقول it is furious. أو the lion is furious، لأنه مثل ما قلنا the lion هو مفرد، ما عم بحكي أنا مثنى أو جمع، مفرد. The lion is furious. مين اللي هو معصب؟ The lion. مين الفاعل يلي عم نحكي عنه؟ مين السبجكت؟ The lion. السبجكت هو مفرد، فإذا حطيت is the lion is، في استبدله ب it. ننتقل لتاني جملة. Eggs يعني البيض، round وبرومين شكلهم مثل الدائرة. Eggs. Eggs. عم قول أنا one egg أو eggs؟ Eggs. عم بحكي بالبلورل بالجمع. Many eggs. مش بيضة واحدة، بالجمع. قول eggs is round or eggs are round. Eggs اللي جمع، شو بحط محلها؟ في حط محلها ما بقول it، لأنه it هي إذا مفرد حيوان أو شيء مفرد. شو بستخدم للجمع؟ they. بدي أقول they are round، the eggs are round أو they are round. فإذن هون ما بقول is، بقول are. eggs are round. لو كان عندي one egg، the egg وحدة، بقول مش the egg are round، the egg is round، لأنه مفرد. بينما هون جمع، بقول eggs are round. ننتقل للي بعدها he. فإذن عندي he مفرد، شو بحط؟ he is a prince أو he are a prince؟ he is طبعا، بقول he is a prince. he مفرد واحد، he is a prince. أما هون the queen الملكة، the queen elegant أنيقة، شو بقول أنا؟ the queen هي مفرد وحدة، شو بحط محلها؟ she. بحط محلها she. قول she is elegant أو she are elegant. she is لأنها مفرد. she is elegant. the queen is elegant. لو عم بحكي أنا جمع الملكات، شو بقول؟ are لأنه جمع they are. بينما إذا مفرد بقول she is. the queen is elegant. trees الشجر. trees جمع trees is أو trees are tall. trees are tall، مش one tree، many trees are tall. هلأ عندي an elf. an elf واحد، مش many، مش many. I'm not talking many elves، مش عدة وحدات. one elf واحد يعني مفرد. قول is أو are. an elf is short أو an elf are short. is لأنه منه جمع. an elf is short. we مع we شو منحط؟ هيني نحن، مش أنا وحدة، نحن. شو بحط معه؟ is or are. we are جمع. we are a family. طلعوا هونيك عندي we are. we are ما بقول we is، بقول أنا we are. وآخر شيء عندي the rose red يعني الزهرة. كم زهرة؟ مفرد أو جمع؟ وحدة. the rose. بقول the rose is red or are red.
عندي وحده بس مفرد. قول the rose is red. فاذا شو الفرق بين is و are؟ امتين حطيت is وامتين حطيت are؟ لما اكون عندي مفرد وحده بحط is، ما عدا اذا كنت عم اقول you انت او انت قول you are. بس بالباقي دائما لما يكون عندي الفاعل مفرد يعني واحد، ممكن يكون شيء، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون انسان، بحط is. بينما لما يكون جمع او مثنى بقول are. the boys are، the trees are. the tree وحده is، the boy واحد is. اما هلا فبدنا ننتقل لاكسرسايز تاني، تمرين تاني كمان. هذا التمرين بدنا نستخدم that those. تتذكروا عنا that وعنا those، نستخدمون تندل تنشير that those. بس شو الفرق بيناتهم؟ that لما يكون مفرد، that bird هذا الطائر مفرد واحد. those لما يكون عندي جمع، those birds، birds مش bird واحد، many. فإذا that للمفرد، those للجمع. تعالوا نشوف مع كل وحدة إذا رح نحط that or those. أول جملة are lovely apples. are نحن مستخدم are مع الجمع، are apples تفاح. شو بدي أقول that or those؟ تفاح كتار. those are lovely apples لأنه جمع. حط أنا those are lovely apples. أما هون is a young lady، is يعني مفرد، is a young lady يعني يافعة، فتاة يافعة، lady بنت محترمة وصغيرة يافعة. شو بقول that or those؟ مفرد أو جمع؟ مفرد لأنه عندي is وعندي a young lady وحدة. فإذا بقول that مش those، that is a young lady. بيرجع عندي is a princess أميرة، أميرة وحدة، is a princess. this or those، that or those، that. بدي اختار بين that وبين those، بحط that. ننتقل للبعدة is the first in his class، هو الأول بصفه. the first الأول، is the first عم نحكي عن شخص واحد مفرد، كمان بستخدم that. that is the first in his class، هيدا هو الأول بصفه، عم دل عليه، عم شير عليه. برجع عندي are the teachers of the school، هن معلمات المدرسة. are أول شيء عندي are يعني جمع، teachers معلمات، عم بحكي أنا عن جمع. قول that are the teachers أو those are the teachers. إذا عندي جمع يعني لازم استخدم those، بحط those are the teachers of the school. بيرجع عندي are the best cars in the race، عندي are وعندي cars مع S، سيارات جمع. فإذا those are، ما بقول that are. those are the best cars in the race، هودي أفضل السيارات بالسباق. is the lost sheep، هو الخروف الضائع. شو بقول that is the lost sheep واحد، ما عم بحكي أنا عن جمع أو those. إذا مفرد يعني that، بحط that is the lost sheep. وآخر شيء عندي are the leaders، هني القادة، عندي are وleaders مع s يعني جمع، بحط those. فإذا those are lovely apples، طلعوا دايما عندي مع are those are those are those are
That is. That is. That is. That is. دائما ذات لأنه هي بتدل على المفرد بستخدم معها is، بينما those لأنه بتدل على الجمع بستخدم معهم are. ما تنسوا أصدقائي وبستخدمهم اثنيناتهم that and those لحتى دل أو شير that those. وهون عندي أخذنا إنه عندي is وعندي are. is بستخدمها مثل ما شفنا ب verb to be، بستخدمها مع he she و it لأنه المفرد واحد، إلا لما يكون عندي I بقول I am، هيدي exception كمان استثنائياً بستخدمها هيك. أما R فبستخدمها لما يكون عندي أكتر من شخص، مثل we نحن أكتر من شخص، مش I we، ولما يكون عندي you أنتم، ولما يكون عندي they هم أكتر من شخص، لما بالمثنى وبالجمع بحط we are you are they are. في كمان استثنائياً مع you أنت أو أنتي، مع أنه بيكون شخص واحد بس بقول are. شفتوا هون شو عملنا؟ استبدلنا كل كلمة ببرونون بضمير from the subject pronouns يلي كتبناه هون هونيك، وحطينا أو is أو are. بدي منكم هلأ ترجعوا تعملوا مراجعة سريعة لحالكم، أنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة. An elf. A prince. A race. The queen. في عنا تمرين جديد. Look at the board well. عندي أنا أربع كلمات. عندي أكثر من أربعة. Five. Look. One, two, three, four, five. I have five words. بس عندي بكل كلمة عندي حرف ناقص. One letter is missing. We need to fill it in. لازم نحطه. خلونا نشوف أول كلمة. طلع. عندي رز. رز. بذكركم هالشي بكلمة أخذناها من قبل معناتها زهرة. روز. روز يعني زهرة. بس أنا شو ناقص عندي هون؟ اسمعوا منيح. Open your ears well. عم قول ر. روز. روز. شو عم بلفظ هون؟ أو روز. فإذاً أي letter ناقص؟ The letter O. I pronounce it O. عندي هون O. Rose. هونيك عندي the silent E. ما بقول روزي، بقول روز. تعالوا نجرب تاني كلمة. عندي P. إنس. P. إن. إنس. أمير. Prince. Prince. Pr, 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 ins, prince. شو عم بلفظ هون؟ R, the letter R. هلا شو صارت؟ Pr, prince, prince, أمير. ننتقل للي بعدها. L, on, L, on. أخذنا عنه قصة من شوي. حكينا عنه كتير بالحلقات السابقة. The and the rabbit. مين هو؟ The lion. 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 في عندي هون I. Lion. I. The letter I. طلعوا. إذا حطيت I صارت lion. Lion. ناقص the letter I. أما هون في عندي g. G. شو بدي حط بالأول تتصير كلمة تامة معناتها بيضة؟ شو يعني بيضة بالإنجليش؟ أج. عندي ج. شو ناقص؟ أ. أي لتر أنا بلفظه أ؟ The letter E. We pronounce it A. بتصير أج. أج.
أو small e أو capital e. واحدة من الاثنين. آخر شيء عندي ك نج ك نج يلي هو الملك king e ناقصنا e king e the letter i أو بلفظه i مثل i lion أو بلفظه e مثل king. فإذا شفتوا الأحرف الناقصين o rose r pr prince i lion the letter e بلفظه a egg the short e و king. ما تنسون جربوا تعملون لحالكم، رسموا بوكسز وحطوا الكلمات ونقصوا حرف واحد، وانتو حذروا لرفقاتكم او لخيكم او لاختكم. دايما تذكروا شو اخذنا من قبل، each letter how we pronounce it، كيف بنلفظ كل letter. انا هلا اجى الوقت تودعكم، بشوفكم بالحلقه المقبله، درسوا منيح، باي. The verb is a word with action. 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 Action verb. Action verb. What can you do? I can jump. I can swim. I can play the piano. How about you? Me? Me? I can read. I can write. I can paint, clean and hide. I can draw. I can play. I can walk all the way. Action verb, action verb. What are you doing? I am walking down the street. I am running down the hall. I am dancing with my friends. I am reading a papa. I am eating cashew nuts. I am drinking apple juice. I am taking off my shoes. I am sleeping in my bed. Good night.